السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا بالماضي ديلور، وين حسب التقرير الصحفي وين صحافة وين قالك بالماضي لا يزال غاضبا من ديلور. احنا بصح نحوسوا الفايدة تاع الجزائر، انا دروك دي فوا انا كنت لعب غارديا مع جوار، زوج جوار اصحابي كنا سينيور، ما نتفاهمش معاهم كاع يا ودي، النار شاعله بيناتنا. ديجاجمون نعطيها له هو، نحوس باش نربح. كان دي زونترينير خدمنا معاهم، ما نعرف باللي ما يقبلني ما نقبلها، بس عشتيه لا مصلحه تاع غادي نلعب ونربح وكلش. مصلحة تاع منتخب وطني ماشي مصلحة تاع واحد مع واحد، تاع واحد مع واحد. انا مش نقول لك عرضوا لدارك، دخلوا لدارك يلعب، دخلوا لدارك يفطر، دخلوا لدارك يبات، دخلوا لا، مصلحة تاع وطن، هذه مصلحة تاع 45 مليون جزائري، مصلحة تاع اعلام، مصلحة تاع شهداء، مصلحة بزاف صوالح، رموز بزاف، هذا الاعلام يمثل بزاف صوالح. انا دونك الجوار انا الى عندك بروبليم مع عوار، مع قويري، مع اي تنوري، مع العروسي، مع عندكم مرض من جهتهم ولا حاجه، الله يسهل عليكم. انا مش نقول لكم عرضوهم ديروا عرس، عرضوهم ديروا لا، روحوا هضروا مع مشي ما يستهدر على زعما بالماضيه. المهم الاتحاديه تفرض روحها روح تجيب جواره، فرضهم ما والشعب هو اللي يحكم، ما فرض اللعابة هذو يجوا يولوا عندهم يولوا لاعبين دوليين. غدوة إن شاء الله يولي غلام، غدوة إن شاء الله يولي غلام، غلام يولي يلعب تيتيلا، بالسيف عليه يجيب غلامة. آدم الناس، آدم الناس، تقسي بلد جمال بالماضي في راسه وفي قلبه. أنا آدم لي ما جابش آدم الناس، راه نادم لي ما عيطش لآدم الناس، راه نادم ما عيطش لآدم الناس. شو كاين بزاف امور سي محمد، هاك شو ادم الناس وين غادي ما يعرفش جايه، بالك يعيط له يلعبوا تيتيلر، يلعبوا دونتري. قاعد واش دار البارح ادم الناس حاجه كبيره كاع، استنى واحد ولا يضحك عليه نهار اللي قاعد رو بلاصو، قالوا رو بلاصو ما غاديش يروح. يا ودي ما تعرفوش الانتقال، ما تعرفوا والو، ضحكوا على الغاشي. ومن بعد تيبدل كيما قال بوم ادم الناس، يا ودي انت تضحك سيمانه، تضحك تضحك في الغاشي عليه، وسيمانة تقولهم بوم آدم الناس منافقين. أنا يعني نحوس على مصلحة تاع ليكيب ناسيونال، ما يهمني تا واحد. نقول رانا نقولوا ناس لم يعبدوا في ناس، الله يسهل عليكم. إلا أنت تعبد، إلا أنت يا ذليل، ربي خلقك ربي لا عمر لا يخلق، إلا أنت ذليل. انا ما تغاديش تردني كيما انت، انا ما نعبدش، انا لازم كل واحد وعقليته، وانا نبغي ليكيب ناسيونال، ما يهمني تا واحد، انا تهمني الربحه، انا ما غادي يهمني تا واحد، وما يشوفني تا واحد، وما نبكي على تا واحد. اللي بغى يروح الباب كيما قال لك المصري خرج جبل، الله يسهل. اللي بغى يقعد ويخدم مرحبا به، اللي بغى يلعب معنا مرحبا به، اللي ما بغاش اجمل الجمال يخرج الجمال، ماشي جمل. وقال لي عبد بنادم الله يسهل عليه، اللي خايف بنادم يروح هو طيح عنده، الله يسهل عليه. ما انا نحوس على ليكيب ناسيونال، حوس على الفريق الوطني الجزائري. هذه هي كرمالي، فين جاب كوب دافريك كرمالي، فين جاب كوب دافريك؟ سعدان فين روحنا شخطات كوب دي موند. سعد 2004 كانت لافريك تقطع، كانوا يقطعوا وفات معاه ايكيب مدقدقة 2004 وفتنا روحنا. 2010 ايكيب قول باللي يا ودي ايكيب عاوز السبيطار، كنا نلعبو بسبيطار، الناس قاموا بليسيا وروحنا كوب ديمو. انا يتبليسالك واحد يا فلان تبليسالك، وما تبع اودي فلان تبليسالك، لازم تخدمه هما لكم. وين حسب التقرير الصحفي هذا، وين لا يزال المهاجم الجديد لنادي نيس الفرنسي أندي ديلور لم يحظى بفرصته الكاملة مع الخوذ منذ أزيد من
سنتين من اختياره اللعب لكتيبة محاربين، وخاض المنتخب الوطني مؤخرا مواجهتين ضمن تصفيات كأس العالم قطر أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، حيث شارك في اللقاء الأول في ربع ساعة فقط وغاب في مواجهة الثانية لأسباب فنية. كلا أسباب فنية الأول، والله على الله. وانعدم تألق ديلور مع الخوض يطرح العديد من العلامات استفهام، لا سيما أن اللعاب ومقارنة ببعض المهاجمين في منصبه يتواجد في أفضل أحواله، وكان على الأقل يستحق تواجد في تركيبة أساسية للمنتخب، خاصة في اللقاء الثاني أمام بوركينا فاسو، أين عانى المنتخب الوطني من مستوى الهجوم. وأفادت مصادر يعني أن بالماضي لا يزال غاضب نوعا ما من المهاجم ديلور بسبب حادثة تربص مارس الماضي خلال مواجهتين جولتين أخيرتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام زومبيا وبورتسوانا، حيث تخذل وقتها ديلور وحتى فرحات في إبداء رغبتهما الجامحة في الالتحاق بالمنتخب الوطني بعد قرار الأندية الفرنسية بحرمان لاعبين أفارقة من الالتحاق بمنتخباتهم بحجة انتشار وباء كورونا. أنا كاينة حاجة برك غادي نجي مع ديلور ونجي، هذا ديلور كان يجي وما يلعبش، دروك كان تلقي تهديدات من عند الأندية تاعهم، دروك كي نجي وما نلعبش أنايا، الآخرين ضربوا على أرواحهم لعبوا، الآخرين اللي جاوا قالوا لازم نهودوا لعبوا، بصح كاين اللي غادي يجي مسكين ما يلعبش، كاين اللي غادي يجي ما يلعبش، كاين اللي جا باش ما يلعبش، عارف روحو بلي ما غاديش يلعب. راك الناس تجي وما تلعبش، وعارف بلي المكانه تاعو ماشي المكانه تاعو، عارف بلي غادي يدق دق داك اللي في بلاصته، يدخل يدق دقه صاي يكمل معاه. نهار لعب لعب اول فرصه تاعو في افريقيا، وستارت كي داير بارتيا اغريسيف مركب وانت تلعب. وكان بالماضي قد أطلق اتهامات قوية وخطيرة تجاه ديلور وفرحات، مؤكد أن تصرفاتهم لم تكن مثالية في تلك الفترة، وانكشف في وقت ذاته عن السبب الذي دفعه لإسقاط اسم ديلور من قائمة، حيث قال لقد كشف الضغط الذي فرضته الأندية الفرنسية لمنع لاعبيها من السفر نحو الجزائر كثيرا من حقائق حول بعض اللاعبين. في حقيقة كانت الأزمة مفيدة لنا لأننا أدركنا حقيقة بعض الأندية واللاعبين لدى معطيات التي لا تعرفونها ولا أريد كشفها. وألمح بالماضي بأن ديلور وفرحات لم يضغط بشكل كافي لتلبية نداء الوطن، إذ قال عن الأخير وإن قدم زين الدين فرحات موسما جيدا لكنه معني بكلام الذي أقوله وحتى ناديه كذلك. وعمد مسؤول الأول عن العارضة الفنية إلى إعطاء مثل بعكس تماما بإشادة مميزة خاصة بها مهاجمي إسلام سليماني الذي عبر عن غضبه في قرار رابطة كرة القدم الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي. سليماني بذل كل مجهودات لوجود معنا، لقد تحدى رئيس أوليس ومدربي وتهديداتهم لم تجعله يشعر بالخوف كغيره. ويبدو أن ديلور يدفع حاليا ثمن تدخله وعدم تحديده لناديه الفرنسي في سبيل تضحية الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، وبات الخيار الأخير للمدرب بالماضي رغم تألقه في البطولة الفرنسية والتحاقه بنادي نيس الفرنسي هذه الصائفة في صفقة تاريخية وصلت إلى 10 ملايين يورو كأغلى صفقة انتقال للعاب جزائي في الدور الفرنسي. وأثبتت في مواجهتين أخيرتين أن أمام جيبوتي وبوركينا فاسو أن ديلور يأتي في مقام الثالث أو بالأحرى كخيار ثالث للمدرب بالماضي بعد كل من المهاجم ليون الفرنسي إسلام سليماني ومهاجم السد القطري، حيث رغم أن الأخير لم يلعب أي مباراة رسمية لحد الآن مع فريقه كون البطولة القطرية لم تنطلق بعد، إلا أنه شارك كأساسي في لقاء جيبوتي ودخل كبديل في لقاء بوركينا فاسو. أو الناس اللي تجي تضرب على روحها يعني كيكونوا تاكلين باش يلعبوا، كاين اللي يكون تاكل باش يلعب، وكاين اللي يكون عارف روحه بلي ما غاديش يلعب، أي يقول لك أنا نقعد نحضر في النادي تاعي. هذه هي أنا كيما كنشوفها ديلور، الناس تقول ديلور إلا غادي إن شاء الله
دونك لازم لازم لنا لعاب كيما ديلور. كنا محتاجين لعاب كيما ديلور كون بوركينا فاسو. ديلور قادر يولي لك للوسط ويلعب، قادر يولي للوسط ويلعب مكافح. حنا الله يسهل، الله يسهل كيما يقولك.